بسم الله الرحمن الرحيم. بالنيابة عن فريق فلاي دبي أعبر عن خالص عزائي وأسفي للحادث الأليم صباح اليوم في روستوف، وإن تركيزنا منصب على المسافرين الذين شملهم هذا الحادث. نحن نقوم بجمع المعلومات حاليا، لذا يمكنني أن أطلعكم على التفاصيل التي نعرفها الآن. في الساعة الخامسة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش، تقريبا الساعة 4:50 بتوقيت الإمارات من صباح اليوم، تحطمت رحلتنا FZ981 في روستوف أون دون، ويؤسفني أن أعلن وفاة جميع الركاب وعددهم 55، منهم 33 امرأة و 18 رجلا وأربعة أطفال للأسف، وسبعة من طاقم الطائرة، ومنهم 5 رجال وامرأتين، وجنسيات المسافرين كالتالي: 44 من الجنسية الروسية، 8 من الجنسية الأوكرانية، و2 من الجنسية الهندية، وشخص واحد من الجنسية الأوزباكستانية. أنا أقوم شخصيا بمتابعة ودعم فريق الأزمة، ونركز جهودنا على جمع الحقائق وتقديمها لدعم السلطات. حاليا يقوم فريقنا بالتواصل مع العائلات وأقرباء المسافرين والطاقم، وذلك لتقديم أي مساعدة ممكنة. فريق إدارة الأزمات في طريقه الآن إلى موقع الحادث. لا نعرف كافة التفاصيل، لكننا نعلم عن قرب السلطات التنسيق مع السلطات لمعرفة ملابسات الحادث. سنبذل كل ما في وسعنا للاهتمام بعائلات المسافرين وأطقم فلاي دبي. ختاما، لا يمكنني وصف مدى تأثير وحزني الشخصي على المتضررين في هذا الحادث، وإنا لله وإنا إليه راجعون.